منه يا ما خليته على الحديده وهي سابه في الوقت دلوقتي وهم كمان سابته على الحديده لحد ما بيعت وراه وقدام ده غير اللي قبلهم ودوه على اللي جاي خلي بالك يا هانم بقى من اللي عندك قصدك ايه يا حبيبتي بعد الشهر خلي بالك من اللي عندك كله دي قصتها والقبر انا صراحه صعبان عليا تنزل اللي بيحصل فيه شاكين هو يستاهل كل ده هي بتشيل كده بتشيل ده واضح يا حبيبتي واكيد دي واقعه على شوشتها هو مش شايف حتى قدامه بمية اصلا طب ما تحاول تتكلم معاه بصراحه انا بفكر ان انا بيهم اللي بيحصل ايه صعبان على البيت فبيت كده مشكله كمان بيحب واحده ولا بتتحمل السباق ده وايه يا ريت عليه هو بس يبقى وراها وهو ولا على باله طب شايفين ايه الحل المفروض نعمل ايه انت حبيبه قلبي انت بتحبيه انت اللي عايزاه حاولي تسحبيه بقى باي طريقه انا شايفه بصي احنا ممكن نحاول نكشف البنت اللي هي فكره تصدقي سيبوا الموضوع ده عليا لا انا خلاص بقى براحتها بقى على فكره هي كانت معاكي واجب مش عايزه اقول لك